الرئيس السيسي يؤكد ضرورة العمل على مواصلة خفض معدلات العجز والدين في الموازنة العامة الجديدة. لتعزيز القدرة على تحقيق الأمن البحري وحماية الحدود، مصر تتسلم من ألمانيا غواصة ثانية من طراز 209. بعد معارك عنيفة مع مسلح داعش، الجيش السوري يستعيد السيطرة على مساحات واسعة في الريف الجنوبي الشرقي للسويداء. من أونلاين. أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. بدايتنا وكالمعتاد مع الشأن المحلي. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة العمل على مواصلة خفض معدلات العجز والدين في الموازنة العامة الجديدة من خلال ترشيد الإنفاق وزيادة معدلات النمو. وخلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزير المالية، طلب السيسي بزيادة مخصصات الحماية الاجتماعية من خلال دعم السلع الغذائية والتوسع في برامج الدعم النقدي المباشر، خاصة ببرنامج تكافل وكرامة وبرامج الرعاية الصحية لغير القادرين. وقد استعرض وزير المالية خلال الاجتماع تقريرا حول التقديرات المبدئية للأداء المالي لعام 2016-2017، تضمن أهم المؤشرات المالية وأداء الموازنة العامة للدولة خلال ذلك العام. كما وجه الرئيس السيسي بالتوسع في تقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية للمواطنين ومنح أولوية للإصلاح المؤسسي وزيادة كفاءة الأداء الحكومي. وخلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزيرة التخطيط ونائبيها، وجه الرئيس بأهمية تنفيذ خطة الإصلاح الإداري التي تتبناها الحكومة، مؤكدا ضرورة إيلاء الإصلاح المؤسسي لجميع جهات الدولة العناية والأولوية اللازمة. كما وجه السيسي بأهمية إعداد برامج التدريب والتأهيل المناسبة للعاملين بمختلف الوزارات والهيئات الحكومية. أكد الرئيس السيسي اعتزاز مصر بعلاقات التعاون البناءة مع قبرص وتطورها الإيجابي المتواصل، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع اليونان. وخلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس السيسي من نظيره القبرصي نيكوس أناستاسيادس، أشار السيسي إلى أهمية مواصلة العمل على تدعيم العلاقات الوثيقة بين البلدين في المجالات كافة، مشيدا بمواقف قبرص الداعمة لجهود مصر في إرساء دعائم الاستقرار في الشرق الأوسط ومنطقة المتوسط. من جانبه أكد الرئيس القبرصي حرص بلاده على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية وتعزيز أطر التعاون القائمة بين البلدين بما يحقق مصالح الشعبين، مشيدا في الوقت ذاته بمستوى التشاور السياسي المتميز بين البلدين حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. تسلمت مصر من ألمانيا الغواصة الثانية S-42 من طراز 209 بحضور قائد القوات البحرية الفريق أحمد خالد، وأقيمت مراسم التسليم بحضور وفد من قادة القوات المسلحة المصرية والألمانية في ميناء كيل بألمانيا. تأتي الغواصة ضمن عدة غواصات ستنضم للخدمة بالقوات البحرية المصرية. يشار إلى أن الغواصة الجديدة تستطيع الإبحار لمسافة 11000 ميل بحري، وتصل سرعتها إلى 21 عقدة، ومزودة بأحدث أنظمة الملاحة والاتصالات، بما يمكنها من حماية أمن وسلامة السواحل والمياه الإقليمية والاقتصادية والأمن القومي المصري. وخلال مراسم تسلم الغواصة قال قائد القوات البحرية الفريق أحمد خالد إن مصر تعد الدولة الأولى في الشرق الأوسط في إدخال الغواصات إلى سلاح البحرية على مدار 60 عاما. فمصر كان لها السبق في دخول سلاح الغواصات كأول دولة في الشرق الأوسط وإفريقيا منذ أكثر من 60 عاما. Since more than 60 years, Egypt was one of the early countries to deploy submarines in the Middle East and Africa. وعلى مدار تاريخ هذا السلاح، Furthermore, the history, سلاح الغواصات المصري، the Egyptian submarines. نجد رجالا سطروا بأحرف من نور بطولات عديدة خلال حروب متعاقبة. We found men as bold, historical lines and proved glorious achievements of the Egyptian submarines. وفي ظل جيوش تنهار بمنطقتنا. In the presence
of the armies collapses in our region. ودول تدمر من حولنا. And countries are destructive. كانت ولا زالت مصر. Egypt is still. قادرة وبفضل الله سبحانه وتعالى. Able by the will of God. ورؤية واضحة للقيادة السياسية والعسكرية. And clear vision of political and military leadership. أن تحافظ على وحدتها وتماسكها. To stay united and secure. وأضاف قائد القوات البحرية الفريق أحمد خالد أن القوات البحرية بذلت جهدا كبيرا خلال السنوات الماضية لتطوير بنيتها التحتية وتعزيز قدراتها العسكرية. قامت القوات البحرية المصرية بجهد مضني خلال السنوات الماضية. The Egyptian Navy had a great effort in the past few years. لإعادة تطوير أسطولنا البحري وبنيته التحتية التي تليق به. To redevelop the national fleet, the naval fleet, and establish a new infrastructure. من قواعد بحرية ومنشآت وخدمات متنوعة. Naval bases and infrastructure and piers and logistic services. بالإضافة إلى أحدث أنظمة التدريب والمحاكاة لتدريب أجيال من الأطقم العاملة مستقبلا بسلاح الغواصات المصري. In addition of the latest training simulators for training for the upcoming submarine crews in the future. وأضاف الفريق أحمد خالد قوله إن سلاح الغواصات المصري سطر بطولات تاريخية على مر العصور، مشيرا إلى أن مصر كانت وما زالت قادرة على الحفاظ على وحدتها وتماسكها. وعلى مدار تاريخ هذا السلاح. Furthermore, the history. سلاح الغواصات المصري. The Egyptian submarines. نجد رجالا سطروا بأحرف من نور بطولات عديدة خلال حروب متعاقبة. We found men as both historical lions and proved glorious achievements of the Egyptian submarines. وفي ظل جيوش تنهار بمنطقتنا. In the presence of the armies collapses in our region. ودول تدمر من حولنا. And countries are destructive. كانت ولا زالت مصر. Egypt is still. قادرة وبفضل الله سبحانه وتعالى. Able by the will of God. ورؤية واضحة للقيادة السياسية والعسكرية. And clear vision of political and military leadership. أن تحافظ على وحدتها وتماسكها. To stay united and secure. بل وتبني وتحدث من جيشها وقوتها. And also keep building and upgrading her army. وهذا ليس بغريب على دولة مثل مصر. It's not strange for a country like Egypt. عانت على مدار تاريخها العريق الممتد لآلاف السنين. Experienced through thousands of years. من ويلات الحروب. From successive wars. ومحاولات الاستعمار التي باءت جميعها بالفشل بفضل خبرة الحروب التي خاضها الجيش المصري. من جانب أعرب أندرياس برماستر ممثل الشركة المصنعة للغواصة عن فخره تجاه التعاون الوثيق مع البحرية المصرية، موجها الشكر للحكومة والبحرية المصرية على الجهد المبذول لضمان نجاح هذا المشروع. اليوم هو يوم استثنائي بالنسبة للبحرية المصرية لاستلامهم ثاني غواصة. هذا الحدث يلقي الضوء على العلاقة القوية بيننا وبين شركائنا من القوات البحرية المصرية. ففي شهر ديسمبر عام 2016 تم بيع أول غواصة، وخلال الفترة المقبلة سوف نشهد تصنيع غواصتين إضافيتين للبحرية المصرية. ويعني هذا أنه خلال الأعوام المقبلة سوف تكون مصر باستخدام 4 غواصات ألمانية الصنع، وخلال بضع دقائق سنرى رفع العلم المصري على الغواصة S-42، وهذا يعني دخول هذه الغواصة المتطورة حيز العمل ضمن قوات البحرية المصرية. الغواصة الألمانية التي تسلمتها مصر هي الثانية في إطار الصفقة التي أبرمتها مع ألمانيا في ديسمبر من عام 2011. المزيد حول أبرز المعلومات المتضمنة لهذه الغواصة مع العرض التالي والزميل رجاء رمزي. أهلا بكم مشاهدينا، وهذا العرض المعلوماتي عن الغواصة الألمانية طراز 209. تعد هذه الغواصة الألمانية هي الثانية في إطار الصفقة التي أبرمتها مصر وألمانيا في ديسمبر من العام 2011 لشراء 4 غواصات من هذا النوع.
تسلمت مصر أولها في ديسمبر من العام الماضي. الغواصة الألمانية تتمتع بقدرات قتالية ودفاعية عديدة، نستعرضها معكم في سياق العرض المعلوماتي التالي. تنتمي الغواصة لنوع تايب 42 طراز 209، وهي من إنتاج شركة تيسن كروب الألمانية. يوجد منها 59 غواصة حول العالم تخدم 14 بحرية، لعل أبرزها كوريا الجنوبية، البرازيل، اليونان، تشيلي، إضافة إلى دول أخرى مثل الأرجنتين وفنزويلا. إذا نظرنا للقدرات والإمكانيات التي تتمتع بها الغواصة، نجد أنها قادرة على الإبحار لمسافة تصل إلى 11000 ميل بحري. تستطيع أن تصل سرعتها القصوى إلى 21 عقدة في الساعة. يتراوح طولها ما بين 60 إلى 73 مترا. لديها إمكانية لإطلاق الصواريخ والتوربيدات البحرية، كما أنها مزودة بأحدث نظم الملاحة والاتصالات. اهتمام مصر بالتعاقد لشراء هذا النوع من الغواصات يستهدف في المقام الأول حماية الحدود البحرية وحرية الملاحة في المسطحات البحرية التي تمتلكها مصر، إضافة إلى كونها داعم في تأمين قناة السويس كشريان للتجارة الدولية، بالإضافة إلى أنها تعد قوة ردع في ظل التحديات التي تشهد هذه المنطقة. الغواصة الثانية التي تتسلمها القاهرة هي جزء من صفقة تشمل الحصول على 4 غواصات من ذات الطراز، وهي الصفقة التي أبرمتها القاهرة في ديسمبر من العام 2011، حيث تم البدء في أعمال البناء فور التعاقد داخل ترسانة تي كي ام اس، كان ذلك بمدينة كيل الألمانية. استغرق بناء الغواصة الأولى 57 شهرا. تم رفع العلم المصري عليها لأول مرة في ديسمبر من العام الماضي. إذن مشاهدينا، كان هذا استعراض سريع للغواصة طراز 209 الألمانية. شكرا لكم. شهدت العلاقات المصرية الألمانية تطورا كبيرا خلال السنوات الأربع الماضية، حيث انتقلت مما يمكن وصفه بالجمود عقب ثورة 30 من يونيو إلى التوافق والتعاون الوثيق في جميع المجالات، بعد أن استطاعت الدبلوماسية المصرية تصحيح صورة المغلوطة عما جرى في مصر من أحداث عقب الثورة الشعبية التي أطاحت بنظام الإخوان. تطورت العلاقات المصرية الألمانية بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، خصوصا بعد تفاهم برلين لما جرى في مصر من أحداث عقب ثورة 30 من يونيو. وتأكد ذلك في مايو عام 2015، حيث قام فرانك شتاينماير وزير خارجية ألمانيا في ذلك الوقت بزيارة للقاهرة استغرقت يومين، التقى خلالها الرئيس السيسي ووزير الخارجية سامح شكري. ثم جاءت زيارة الرئيس السيسي لبرلين في 2 من يونيو عام 2015 بدعوة من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، واستمرت لمدة يومين. استمرارا لتطور العلاقات بين البلدين، زارت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل القاهرة في مارس من عام 2017، وكانت المباحثات المصرية الألمانية ناجحة فيما يخص العلاقات الثنائية والتطورات التي شهدتها على جميع الأصعدة الاقتصادية والعسكرية. التعاون العسكري بين مصر وألمانيا ليس جديدا، لكنه تعزز بوضوح خلال الأعوام القليلة الماضية، عندما تعاقدت مصر على شراء 4 غواصات ألمانية من طراز 209. وتظهر تقارير وزارة الشؤون الاقتصادية والطاقة الألمانية أن شراء مصر للأسلحة الألمانية كان قائما منذ سنوات، وتعزز هذا التعاون بالعديد من الصفقات خلال السنوات التالية. في شهر يونيو من العام 2017 زار الرئيس السيسي ألمانيا للمرة الثانية لحضور قمة مجموعة الـ20 للشراكة مع إفريقيا التي عقدت تحت شعار الاستثمار في مستقبل مشترك. ويرى المراقبون أن العلاقات المصرية الألمانية تتسم بأنها علاقات بين دولتين لكل منهما ثقله ووزنه داخل المنطقة الإقليمية والجغرافية التي تنتمي إليه كلا الدولتين. إذن نشرتنا مستمرة من أونلاين، وتتابعون فيها بعد فاصل قصير.
وزير التموين يصدر قرارا باستخراج بطاقات تموينية جديدة بشكل استثنائي لفئات الخاصة. أهلا بكم من جديد. أهلا بحضراتكم. قتل 5 تكفيريين خلال مداهمة قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني بالتعاون مع القوات الجوية في مخبأ تحت الأرض خاص بالعناصر التكفيرية بوسط سيناء. وقال المتحدث العسكري أن القوات تمكنت أيضا من ضبط 3 أفراد يستقلون عربتي ربع نقل وضبط عربة محملة بكميات كبيرة من المواد المخدرة. كما قتل 3 إرهابيين خلال حملة أمنية لقوات الأمن استهدفت معسكرا لتدريب بعض إرهابيين في المضاقات الجبلية بالطريق الصحراوي بقنا. هذا وأسفرت الحملة الأمنية أيضا عن ضبط أسلحة نارية مع العناصر التي تم تصفيتها، فيما استشهد ضابط وأصيب 6 من أمناء الشرطة ومجندان 2 في تبادل الإطلاق نيران مع المسلحين بعد استشعارهم بمداهمة القوات للوكر الإرهابي. وقد شيع الآلاف من أهالي مدينتي قوسنا وبركة السبع بمحافظة المنوفية في جنازة عسكرية مهيبة جثماني شهيدي المحافظة واللذين سقطا في حملة أمنية ضد مجموعة من الخارجين على القانون بقوسنا. وشارك في الجنازة العسكرية العديد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة وسط هتافات من الأهالي تطالب بالقصاص لدماء الشهداء. استمرارا لتنفيذ منظومة التطوير بقطاع السجون، قام القطاع بتنفيذ مأمورية ترحيل لعدد من السجينات بسجن القناطر من خلال حافلات مجهزة بأحدث التقنيات المتطورة طبقا للمواصفات القياسية العالمية وحقوق الإنسان. كما تم افتتاح وحدة حضانات الأطفال بسجن النساء بالقناطر بالإضافة إلى إجراء تطوير وتحديث لغرفة العملية الرئيسية بالسجن. المكان سجن القناطر للنساء، والحدث مأمورية لترحيل السجينات بواسطة سيارات الترحيلات الجديدة. وتعد هذه المأمورية هي الثانية بهذه الطريقة بعد مأمورية سابقة بمنطقة سجون ترى، حيث سيتم تعميم هذه السيارات على مراحل كبديل للواري الحديدية التقليدية، حيث أنها مجهزة بأحدث التقنيات والمواصفات التي تراعي حقوق الإنسان. وقد شهد هذه المأمورية وفد من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والذي أثنى على هذا الإجراء. قد ايه انا فرحت النهارده لما شفت العربيات الجديده اللي هي حديثه، اللي هي تقعد فيها بكرامتها بحضارتها بصحتها، ما تاثرش عليها صحيه. بالنسبه للمسجونات هنا برضو بنوفر لهم عربيات مؤمنه فيها كافه وسائل التامين والاعاشه الطيبه اللي في التنقلات يقدروا ينتقلوا بها في امان تام وفي رعاية تامة. بانتهاء مأمورية الترحيلات الثانية بالأتوبيسات المكيفة المجهزة من قبل قطاع السجون لنقل السجناء، أتيح لنا الدخول إلى مستشفى سجن القناطر للنساء، حيث التجهيزات على أعلى مستوى بخاصة فيما يتعلق بوجود حضانات للأطفال. جولة بصحبة وفد المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة داخل مستشفى سجن القناطر الخيرية توضح مدى التطوير الذي طرأ على المستشفى وتجهيزها بأحدث المعدات بخاصة استحداث قسم خاص للحضانات للأطفال المبتثرين. عندنا وحدة مبتثرين حضانات على أعلى مستوى بنقدر ننقل فيها الطفل لو في أي مشكلة أو لو حصلت له مشكلة بعد الولادة زي ارتفاع نسبة الصفرة أو حدوث مشاكل في التنفس، بنقدر ننقله في وحدة المبتثرين. وعندنا أطباء خاص بوحدة المبتثرين وتمريض مدرب وحصل على دورات تدريبية في المجال ده. والفكرة في حد ذاتها وجودها في سجن مرتبط فيه اكتر بالولاده والمعقدات اللي موجودين هنا، انها هتبقى في حالات وارده ان يبقى عندها حاله من الابتسارات او كده. فكون ان احنا كوزاره الداخليه او قطاع السجون يفكر يعمل وحده زي ديت فدي حاجه كويسه. اول بنتي ما خرجت من اوضه العمليات وكانت تعبانه دخلوها الحضانه هنا على طول، يعني ما احتجتش اخرجها بره ولا حاجه، والدكاتره هنا كويسين والممرضين على اعلى مستوى الصراحه. مستشفى على اعلى مستوى من التجهيزات الطبية ومن الدكاترة المتخصصين ومن الاستشاريين إذا كنا احتاجنا لهم في حالات العمليات الكبيرة أو الممرات الأسبوعية اللي بتبقى على السجون، فضلا عن
الحالات بقى الخاصة بتوفير الرعاية الاجتماعية للمسجونات. دائما ما يحاول قطاع مصلحة السجون استحداث خدمات جديدة لتوفير الرعاية المتكاملة للسجناء، بخاصة الرعاية الطبية للسجينات الحاضنات، في إطار الموازنة بين قضاء العقوبة وحق الإنسان في الرعاية حتى لو كان السجين. برلمانيا تستكمل غدا لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب جلسات الاستماع حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية. كان رئيس اللجنة المستشار بهاء أبو شقة أعلن أن مشروع القانون سيكون جاهزا للمناقشة في الجلسة العامة لمجلس النواب نهاية سبتمبر المقبل. وأكد رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المستشار بهاء أبو شقة أن قانون الإجراءات هو الدستور الثاني في أي دولة، لافتا إلى أنه يوثق ويؤكد حقوق الإنسان التي لابد أن تكون موثقة بنصوص قانونية. قانون الإجراءات هو الدستور الثاني في أي دولة لأنه يرسخ ويوثق ويؤكد كل ما يصبو إليه الإنسان، وهو حريته، أمنه، شرفه، كرامته، التي لابد أن تكون موثقة بنصوص قانونية. الدستور لا يستوعب، الدستور بيضع المبدأ العام ثم بيحيل للقانون، القانون هو الذي يضع هذه الضمانات موضع التنفيذ بضوابط ثابتة وبنصوص، هذه النصوص هي الحاكمة سواء بالنسبة للفرد أو بالنسبة لسلطات التحقيق أو بالنسبة للمحكمة أو كل من يتعامل بيكون أمام نص قانوني هو الحاكم في هذا الشأن. تفقدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر ووفد من أعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب صالة تأسيس الشركات بمركز خدمات المستثمرين بمقر الوزارة. وتفقد النواب مكتب الجوازات بوزارة الاستثمار المرتبط إلكترونيا بمصلحة الجوازات ووزارة الداخلية، وأشادوا بأهمية المكتب لتقديم الخدمات للمستثمرين الأجانب. فيما قال عمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس إن من الملاحظات الإيجابية اعتماد الوزارة على عدد كبير من الشباب داخل المركز. وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج أسواق وأعمال على شاشة أونلايف، قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي إن قانون الاستثمار يستهدف تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، كما أشارت إلى ضرورة ضخ المزيد من الاستثمارات في العاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة المقبلة. الهدف الرئيسي إن احنا بنيسر الإجراءات للمستثمر، فتيسير الإجراءات معناها إن احنا برضو ما يكونش فيه أي أنواع من البيروقراطية أو الموافقات المختلفة اللي بيحتاجها المستثمر لنجاحه. أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصلحي قرارا باستخراج بطاقات تموينية جديدة بشكل استثنائي لفئات خاصة في إطار توجه الحكومة لدعم الفئات الأكثر احتياجا. وتضمن القرار استخراج بطاقات تموينية جديدة لمستحقي معاشات الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة وأصحاب الأمراض المزمنة وعمال التراحيل والعمالة الموسمية والباعة الجائلين والسائقين وأصحاب الحرف من ذوي الأعمال الحرة والعاملين بالقطاع العام على ألا يزيد الدخل الشهري على 1500 جنيه، وأصحاب المعاشات الذين لا يزيد دخلهم الشهري على 1200 جنيه. جولتنا الإخبارية لا تزال مستمرة مع حضراتكم الأونلاين، ولكن بعد فاصل قصير. فشل مذكرة لحجب الثقة على رئيس جنوب إفريقيا جاكوب زوما. أهلا بحضراتكم من جديد، ونستكمل تقديم الأخبار، حيث تواصل الدولة المصرية جهودها المكثفة من أجل العمل على عودة الأمن والاستقرار في الأراضي الليبية، والعمل على تهيئة المناخ السياسي الملائم من أجل مواصلة الحوار بين مختلف الأطياف السياسية في ليبيا حقنا للدماء وتوحيدا للجهود والسياسات لمحاربة الإرهاب والقضاء على الفوضى وعودة الاستقرار. للمزيد من المتابعة ينضم إلي مباشرة من بني غازي السيد سميح الأطرش القانوني والمحلل السياسي الليبي. سيد سميح أهلا بك معنا في أون لايف. يعني رئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتيلوني، يعني سأبدأ من آخر التطورات، رئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتيلوني قال خلال لقائه في روما لمبعوث الأمم المتحدة إن وجود سلطات ليبية قوية من شأنه يجعله من وجه التزام مشترك ضد مهربي البشر. كيف تقيمون الدور الذي تحاول إيطاليا أن تلعبه سواء بتنسيق مع
فايز السراج او حتى ما ممكن ان يشوف بانه ضد اراده المشير خليفه حفتر ودور ايطاليا في ليبيا. نعم، بدايه نحيي سيادتك واحيي الساده المشاهدين لمحطه اون لايف على هذا اللقاء، واحب ان اطرح الاتي: ان ما حدث من مراسلة السيد السراج بعد لقاء المشير خليفة حفتر في باريس وقام بالانتقال إلى دولة إيطاليا أو الجمهورية الإيطالية وإعطاء صك على بياض لرئيس الوزراء الإيطالي لاتخاذ كافة التدابير بالتدخل العسكري في المياه الإقليمية الليبية، فنعتقد هذا نوع من الخيانة العظمى حسب ما أطلق عليها من قبل شخصيات هي شاهدة على ذلك، وهو السيد فتحي المجبري من خلال قناة الحدث الليبية. وبالتالي ما تم هو نوع من التدخل السافر في الشؤون الداخلية لدولة ليبيا، والليبيين حقيقة يرفضون هذا التدخل لأنه يذكرنا بآلام وجروح وغزو واستعمار سابق منذ عشرات السنين وهي فترة الاحتلال الإيطالي للمملكة الليبية أو في دولة ليبيا. وبالتالي ما حدث حقيقة هو بيع رخيص لوطن ليبيا من قبل رئيس المجلس الرئاسي الفاقد للشرعية والفاقد للمشروعية والغير معترف به من خلال البرلمان الليبي. فأحب أن أقول أن وقد شاهد من أهلها من خلال اللقاء للسيد فتحي المجبري، وهو شخصية عضو في المجلس الرئاسي، قد صرح امبارح حقيقة ولم ننام حتى هذه اللحظة بانزعاجنا على ما يدور في ليبيا من خلال المجلس الرئاسي. طيب، فيما يتعلق بتعليمات وتعليمات القائد العام للجيش الليبي، فنعتقد أنه هو الإجراء الطبيعي للحفاظ على استقلال دولة ليبيا وعلى المياه الإقليمية الليبية. أما المياه الدولية فهي حق مشروع للجميع أن يتحرك فيها. أما المياه الإقليمية الليبية والشواطئ الليبية بدخول 3 سفن إيطالية إلى دولة ليبيا فهو نوع من الغزو، نوع من الاحتلال، والطليان يعلم جيدا بأن فايز سراج لا شرعية له داخل دولة ليبيا. نعم. طيب سيد سميح، يعني منذ فترة والجهود المصرية الحثيثة، يعني هذه المسؤولية التي أخذتها مصر على عاتقها ليس فقط لحماية حدودها الغربية ولكن أيضا التزاما منها تجاه الشعب الليبي للأواصر الترخية التي تربط بين البلدين، وهناك لجنة لإدارة الأزمة الليبية في مصر تحاول تقريب وجهات النظر، تحاول دعم ليبيا سياسيا وأمنيا واقتصاديا حتى، يعني أنت كيف تتابع نشاط هذه اللجنة؟ نعم، ما نرى أنا حقيقة أنه ليس غريبا على جمهورية مصر العربية وعلى رجال جمهورية مصر العربية الذين يعشقون وطنهم ويعشقون كذلك جيرانهم المتمثلين في ليبيا، وهي هناك مصاهرة وعلاقات اجتماعية وعيش وملح ما بيننا وبين جمهورية مصر، وبالتالي جمهورية مصر لن تخذلنا بإذن الله لا في السابق ولا في اللاحق. وبالتالي ما قام به السيد حجازي المكلف بملف الليبي نعتقد أنه هو قد قام بواجبه تجاه جيرانه وأهله الليبيين للمحاولة للوصول إلى حلول ودية ومصالحة ووفاق وتهدئة الأمور لاستقلال هذه لمحاولة استقرار دولة ليبيا. وبالتالي نعتقد ما قام به المسؤولين في جمهورية مصر الليبي بتعليمات من الرئيس المصري سيد السيسي نعتقد أنه قد كفى ووفى، ونحن ندين له بهذا العطاء وبهذا الكرم وهذه الخدمات التي تقدم، وهي معاناة الداخلية بالإضافة إلى قبول لهذه الملفات التي حقيقة كنا نتمنى أن تكون من خلال يعني أنفسنا كليبيين نتوادد ونتصالح ونتفاهم فيما بيننا، لا غالب ولا مغلوب، لا مدن منتصرة ولا مدن فائزة، وبالتالي نلم شملنا ونعيش في هذا الوطن جميعا تحت مظلة دولة ليبيا أو ما يتم الاتفاق عليها من خلال الدستور أو من خلال ما يستفتى عليه بعد استفتاء الشعب الليبي عليها، وما يرغبه الشعب الليبي هو الذي سينفذ على هذه الأرض.
نعم. طيب منذ أيام انتهت الهيئة التأسيسية المسؤولة عن وضع وكتابة الدستور الليبي بالتصويت والانتهاء وإقرار مشروع القانون، قانون مشروع الدستور الجديد، وهو مهيئ الآن للتصويت عليه من جانب البرلمان. الكثير من الانتقادات طالت هذا المشروع، البعض رأى أنه ينتقص، لديه الكثير من النواقص والكثير من البنود التي كان ينبغي أن ينص عليها، وبالتالي جعله رهن الطعن عليه، ومن ثم من الممكن أن تشكك في شرعيته القانونية. نعم، وبحكم أني محامي أمام المحكمة العليا ونملك الحق للطعن في أي إجراء يتم بالمخالفة للقانون في دولة القانون، فهو حق مشروع لنا، ونحن الآن بصدد الدراسة والبحث في الآلية التي تمت بها عملية التصويت على إحالة المسودة إلى مجلس النواب بمدينة طبرق، المخالفة للوائح والمخالفة كذلك للقوانين وما صنعت أيديهم بلائحة تنفيذية تم صنعها وتم تحريرها ودراستها من قبل. نعم، إذن أنتم ستطعنون على ولكن لم طريقة ستطعنون على طريقة التصويت وآلية التصويت، أم أن سيكون لكم أيضا طعون فيما يخص البنود؟ نعم، الواردة في هذا المشروع. نعم سيدة الفاضلة، لما بنطعن في الشكل بمعنى الآلية التي تمت بها عملية التصويت مخالفة القانون، يعني ذلك ما تم إحالته هو في حكم العدم، وبالتالي هو بني على إجراءات باطلة، وبالتالي بتم إعادة الأمور إلى نصابها من خلال هيئة الستين. ولكن نعتقد أن السيد عقيلة صالح ويجب أن يكون في الموعد، في أن هو قد ذكر بأنه بيحل البرلمان ويقوم بتشكيل أو اختيار مجموعة من المثقفين القانونيين في مجال القانون، في مجال التاريخ، في مجال الاجتماع، في مجال الصحة، في مجال العمل، يقوم بمحاولة لكتابة الدستور إلى الليبيين، رغم وجود دستور موجود عندهم وهو دستور 1951 الذي صيغ من خلال الأباء والأجداد وهم رجال وطنيين استعانوا بالسيد الدكتور عبد الرازق السنوري رحمه الله من جمهورية مصر العربية لإنهاء الشكل المتعلق بالدستور 51، وبالتالي هو مرحب به. ولكن ما يحدث الآن أن الآليات كلها تمت في عجلة وتمت خلال من الساعة 8 صباحا، وكان هذا هو سؤالي سيد سميع، هيئة الستين إلا الساعة. نعم، لما كانت العجلة؟ يعني على مدار ثلاث سنوات لم تنجح هذه الهيئة في وضع أو الانتهاء، وفي جلسة واحدة فقط تم الانتهاء من هذا المشروع، لماذا؟ نعم، وبسرعة رهيبة وباتصالات هاتفية حقيقة غريبة جدا ومشبوهة لم تكون على اعتياد في هيئة الستين، وحضروها مجموعة اللي من برقة كلهم طلعوا خرجوا نتيجة عدم علمهم أن هناك عملية تصويت، لأن اجتمعوا في عمليتان في نفس اليوم، عمليتين، عندك محضر الاجتماع 73 محضر الاجتماع 74، فهي كارثة كبيرة. واستهانوا بالشعب الليبي، واستهانوا بأن هذه الورقة التي تعمل ليست مسودة، هي شهادة ميلاد للشعب الليبي، وصاحب القرار هو الشعب الليبي فيما يتعلق ببنود هذا الاستفتاء أو بهذا الدستور، وبالتالي لا داعي للاستعجال، يجب التريد، خاصة أنك أنت لست على عجلة من أمرك، لقد المطلوب منك 4 شهور تعد فيها هذا الدستور، قعدت 3 سنوات وذهبت بنا إلى الصلالة، والصلالة هو ذات الدستور الموجود حاليا، وتستغل أنت هذا الارباك السياسي في المشهد السياسي الليبي، وتقوم بتحريك نفسك داخل القاعة لقلبها إلى تصويت على المسودة دون احترام للقرارات اللي صادرة منكم، وخاصة القرار رقم 1 لعام 74، القرار رقم 1 اللي هو لعام 2014 اللي عدلوا فيه أن يجب تلاوة الدستور بابا بابا، ولكن نعم. للأسف لم يحدث ذلك، وعبارة عن تلاوة، وادعوا أن هناك شخصيات دخلت عليهم من الشعب الليبي صاحب هذا الدستور ومالكه واللي حيطبق عليه هذا الدستور، وفوجئوا بأن ياخذوها كلها على بعضها، بمعنى ليست بابا بابا وإنما بجملة الدستور جملة، موافقين وموافقين، أرفع يدك وعد.
في ضوء ما ذكرته حضرتك، هل يبدو أن المؤسسات والقادة في ليبيا يعني يعملون في جزر منعزلة؟ يعني في فرنسا يتفق سيد فايز السراج والمشير خليفة حفتر على التوافق وبعض البنود التي تؤسس للمستقبل السياسي لليبيا، وعلى الأرض أنتم أو في ليبيا سواء فيما يخص البرلمان أو الهيئة التأسيسية للدستور يعني يقومون بمثل هذه التصرفات التي من الممكن أن لا تخلق هذا التوافق الذي يحاول السيد السراج والمشير خليفة حفتر خلقه في ليبيا؟ هو حقيقة جميع السلبيات هي من الشخصية المهندس فايز السراج وليس من القائد العام للجيش الليبي الذي هو مكلف بمكافحة الإرهاب في ليبيا، وبالتالي هو يقوم بعمله كرجل عسكري. ولكن الناس السياسيين، هذا الكلام اللي قاله، ونرجو من محطتكم مراجعة اللقاء اللي تم امبارح اللي حقيقة ألم الشعب الليبي كله، أن فتح المجبري وهو عضو في المجلس الرئاسي بيخرج بيقول أن رئيس المجلس الرئاسي هو إنسان خائن للوطن، بمعنى ارتكب جريمة الخيانة العظمى. وبالتالي ماذا بعد ذلك؟ ألا يجب على رجال النيابة العامة المتمثلة في النائب العام أو المحامي العام أن يفتح محضرة ويصدر أمر بضبطه وإحضاره؟ هذول هذا شاهد جريمة بشهوده، الشاهد بتاعها أقرب الناس الى هذا الشخصيه وهو فايز السراج، لكن فايز لا يملك ان يتحدث مستقلا، هناك 9 شخصيات يجب ان يكونوا متواجدين معه ويحاولوا ان هم يصلوا الى توافق بالاجماع فيما بينهم، لكن ما يعمل رساله لاستجلاب الطليان الى ليبيا وشواطئها والى مياه الاقليميه، فهو امر لا يحق له ذلك، وهذا استياء للشعب الليبي، الا ما القله اللي واخدين على هذا الاستعمار او عاشوا في احضان الاستعمار، هذه الحقيقه بتاعها. ونقصد الاستعمار كل من يعتدي على دوله مستقله ذات سياده. نعم. إذن يعني حضرتك شايف إزاي مستقبل ليبيا في الفترة القادمة؟ يعني في ضوء كل ما ذكرته حضرتك، هل من الممكن أن نشهد أي توافق قطوات حقيقية قائمة على الأرض تقول إن ليبيا في طريق إلى بناء مؤسساتها الدستورية والتشريعية والتنفيذية؟ نعم. الحقيقة في هناك بعد كبير ما بين المسؤولين في دولة ليبيا وما بين الشعب الليبي. اعتقدوا ان المجموعه اللي موجوده هم من قاموا بهذا الحراك، هم من اطاحوا بنظام القذافي، وبالتالي منهم من المندسين، منهم الناس اللي يجذبوا فينا الخلف، وبالتالي لم يحتكوا بالشعب الليبي، لم يحتكوا بمؤسسات المجتمع المدني. على سبيل المثال سيده الفاضله، نقابه المحامين في بنغازي طلبت من الساده في اعضاء هيئه الستين ان هم يستقبلوهم، لا نبوا اكل لا شرب ولا حاجه، نحتاج الى توضيح الرؤيه فقط بحكم ان رجال قانون. لم نتقابل مع هيئه الستين حتى هذا اليوم، وبالتالي انتم ناس اقصائيين، انتم ناس يعني دمرتوا ليبيا بكافه المعايير، فعلى المسؤولين ان يتنحوا جانبا ويتركوا المجال للشعب الليبي لاتخاذ القرارات، وهو اهل اكثر من المسؤولين في ليبيا، هم نعم. مسؤولين يتابعوا في الشان الحقيقي المالي والجانب المزايا والسيارات الفاخره وما يتبعها. أما بالنسبة للشعب الليبي يدفع في الثمن المر حقيقة ونعاني في الأمرين. شكرا. نعم. لك. حدثني مباشرة من بنغازي السيد سميح الأطرش القانوني والمحلل السياسي الليبي. في سوريا استعاد الجيش السيطرة على مساحة نحو 100 كيلومتر مربع في الريف الجنوبي الشرقي للسويداء، وذلك بعد معارك عنيفة مع مسلحي تنظيم داعش. أشار الجيش إلى أن العمليات العسكرية التي قام بها منذ عدة أسابيع في ريف السويداء مكنته من السيطرة على عدد كبير من التلال والنقاط الرئيسة الحاكمة التي كانت تحت سيطرة التنظيم. أوضح الجيش استعادة السيطرة على عدد آخر من الطرق التي كان يستخدمها مقاتل التنظيم لنقل عتادهم بين الجنوب الشرقي والشمال الشرقي لسوريا. أغلقت صناديق الاقتراع في الانتخابات الكينية وبدأت عملية فرز أصوات بعدما أدلى الكينيون بأصواتهم في انتخابات عامة. هذه الانتخابات التي تشهد تنافسا بين رئيس المنتهية ولاية أوهورو كينياتا ومرشح المعارضة رايلا أودينغا.
ويتنافس في الانتخابات الرئاسية الكينية 8 مرشحين، أبرزهم الرئيس الحالي أوهورو كينياتا مرشح حزب جوبيلي، وينافسه بقوة رئيس الوزراء الكيني الأسبق رايلا أودينغا مرشح الحركة الوطنية البرتقالية الذي سبق ترشحه للرئاسة في 3 مرات سابقة. المزيد عن الانتخابات الرئاسية في كينيا في سياق هذا العرض. أهلا بكم مشاهدينا في هذا العرض المعلوماتي الذي نقوم بإلقاء الضوء فيه على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الكينية. 8 مرشحون يتنافسون في هذه الانتخابات الرئاسية، أبرزهم الرئيس الحالي أوهورو كينياتا وهو مرشح حزب جوبيلي، ينافسه بقوة رئيس الوزراء الكيني الأسبق رايلا أودينغا مرشح الحركة الوطنية البرتقالية والذي سبق ترشحه للرئاسة في 3 مرات سابقة، أيضا محمد أبدوبا ديدا مرشح تحالف من أجل التغيير الحقيقي. يبلغ عدد الناخبين الكينيين حوالي 19,600,000 ناخب من إجمالي عدد السكان والبالغ 48,046,000 طبقا لإحصاء عام 2017. بهذا تبلغ نسبة السكان أو نسبة الناخبين للسكان حوالي 40%، يتوجهون لصناديق الاقتراع في 290 دائرة انتخابية مقسمة ما بين 47 مقاطعة تشمل جميع أرجاء الدولة الكينية، ويتم تنفيذ الانتخابات ذلك تحت إشراف المفوضية المستقلة للانتخابات والحدود، كما يحق للكينيين في الخارج التصويت في هذه الانتخابات، لكن يقتصر ذلك على دول شرق وجنوب افريقيا وهي بروندي، تنزانيا، رواندا، ايضا اوغندا وجنوب افريقيا، ذلك لاسباب لوجستية. اما عن البرلمان الكيني فيتشكل من مجلسين رئيسيين هما الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، حيث تضم الجمعية الوطنية 350 عضوا مقسمين إلى 337 عضوا منتخب و 13 عضوا معين، وهم رئيس الجمعية الوطنية و 12 عضوا يتم تعيينهم طبقا لعدد المقاعد الحائز عليها كل حزب في الانتخابات البرلمانية، إلى جانب مجلس الشيوخ الذي يتكون من 68 عضوا مقسمين للآتي 47 عضوا منتخب و 21 عضو معين، مقسمين هم إلى رئيس المجلس و 16 امرأة يحددون طبقا لعدد المقاعد الحائز عليها كل حزب، 2 يمثلان مجموعات ذوي الاحتياجات الخاصة أو القدرات الخاصة، وممثلين 2 للشباب والفتيات. إذن مشاهدينا كان هذا استعراض سريع للانتخابات الكينية الرئاسية والبرلمانية، نشكر لكم دائما كرم المتابعة. نفى المدعي العام في بلجيكا صحة وجود متفجرات داخل سيارة في حي مولنبيك بالعاصمة بروكسل، وذلك بعد أن زعم سائقها أنه بحوزة متفجرات داخل السيارة، حيث أطلقت الشرطة البلجيكية النار على السائق وطوقت المنطقة، كما دعت السكان للبقاء في منازلهم بينما استدعت فرقة لمكافحة المتفجرات وقامت وحدات عسكرية بتمشيط المنطقة. فشلت مذكرة لحجب الثقة عن رئيس جنوب افريقيا جاكوب زوما في البرلمان مع وقوف نواب الحزب الوطني الافريقي الحاكم في صف زعيمهم برغم الانقسامات المتزايدة والانتقادات الشرسة لحكمه. واعلنت باني كامبيتي رئيس البرلمان فشل اقتراح حجب الثقة الذي نال تأييد 177 صوتا وعارضه 198 نائبا. وكان زوما يعاني من فضائح من بينها استغلال أموال دافع الضرائب في تجديد منزله الريفي وصداقته مع عائلة جوبتا الاقتصادية المتهمة بالحصول على عقود حكومية مربحة عبر صفقات فاسدة.
وجاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديدات قوية إلى كوريا الشمالية من إمكانية تشكيلها تهديدا نوويا بحق الولايات المتحدة. وقال ترامب إنه في حال شكلت كوريا الشمالية تهديدا نوويا ضد الولايات المتحدة فإنه سيتم الرد عليها بنار وغضب لم يرى العالم مثيل له من قبل. جاءت تصريحات ترامب في أعقاب تقرير استخباراتي أشار إلى تطوير بيونغ يانغ قنابل نووية صغيرة الحجم يمكن أن توضع على صواريخ باليستية عابرة للقارات وتشكل تهديدا للولايات المتحدة. أفرجت حركة طالبان عن أكثر من 235 رهينة بينهم نساء وأطفال من قرية في ولاية ساريبول المضطربة في شمال أفغانستان بعد وساطة قام بها مسؤولون. يذكر أن الحكومة الأفغانية أصدرت أوامر للقوات الأمنية أمس للتحرك من أجل إعادة السيطرة على منطقة ميرزا أولينغ في ولاية سيرابول ردا على المجزرة التي نفذها أعضاء من حركة طالبان وتنظيم داعش الإرهابية حيث أعدما عشرات المدنيين رميا بالرصاص. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن منتخب القوات المسلحة المصرية فاز بالمركز الثاني بمسابقة الرالي الدولية للسيارات العسكرية التي اختتمت في مدينة فولغوغراد على ضفاف نهر الفولغا. وقالت الوزارة في بيان أن طواقم المنتخبين الروسي والمصري نجحت في تجاوز صعوبات الطريق بطول 1700 كيلومتر الذي مر بأراضي كل من جمهورية كالمكيا ومقاطعتي أسترخان وفولغوغراد. وشاركت في المسابقة هذا العام عربات عسكرية روسية الصنع هي سيارات رباعية الدفع وشاحنات رباعية وسداسية الدفع. بهذا إذن نكون قد وصلنا مع حضراتكم إلى ختام جولتنا الإخبارية لهذه الساعة، ونذكركم بأهم ما عرضناه من الأخبار. الرئيس السيسي يؤكد ضرورة العمل على مواصلة خفض معدلات العجز والدين في الموازنة العامة الجديدة. لتعزيز القدرات على تحقيق الأمن البحري وحماية الحدود، مصر تتسلم من ألمانيا غواصة ثانية من طراز 209. بعد معركة عنيفة مع مسلحي داعش، الجيش السوري يستعيد السيطرة على مساحات واسعة في الريف الجنوبي الشرقي للسويداء. إذن هذه الساعة الإخبارية انتهت. مواعيد إخبارية تأتيكم دوما عند رأس كل ساعة، ولكن يمكنكم دوما متابعة المزيد من الأخبار بطبيعة الحال عبر موقعنا الإلكتروني، ومن خلال الموقع أيضا يمكنكم متابعة البث الحي للقناة، كما يمكنكم زيارة حساباتنا الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. إلى الملتقى بإذن الله.